معي هنا في الاستوديو أخصائية سلوك وعلم نفس ميرنا لذقاني. تميم، مساء الخير، أهلا بك معنا ميرنا. أهمية هذا اليوم خاصة بأنه بتنا نشهد وفق تقارير عدة بأنه هناك وعي أكثر في المرحلة الأخيرة تجاه مرضى التوحد. طبعا مساء الخير اول شيء، اهلا وسهلا. وهو اليوم هيدا اليوم العالمي للتوحد، بس شهر ابريل كله معتمد للتوحد. دائما نحن هلا كل مره عم بصير في توعيه اكثر واكثر باتجاه دمج الاطفال بالمدارس العاديه. لما بنحكي توعيه يعني عم نحكي توعيه شامله لكل المجتمع، توعيه الاهل، توعيه المدارس حتى العاديه اللي هي المفروض تطلع على الامر بشكل اوضح ولا يعرفوا يتعاملوا مع الطفل مريض التوحد اللي عنده اضطراب التوحد. بنقل نقطه مهمه جدا ذكرتيها، التوعيه حتى والجهود لنقل مرضى التوحد لمدارس عاديه مش مدارس مخصصه لهم. كيف يتم العمل على هذا الموضوع؟ اول شيء بده يكون هيدا مشروع له خطوات لازم يتبعها من الاول. اول شيء عندنا تدخل المبكر، هيدي اهم شيء. كل ما كان اكتشاف اضطراب التوحد عند الاطفال بيكون بكير كل ما بيكون احسن، وبيساعده ليقدر يندمج لاحقا بالمدارس العاديه. يعني اول شيء لازم اول ما يكتشفوا الاهل انه في شيء مش كثير مزبوط عند الاولاد، المفروض دغري يلجأوا للجنه او لجنة متخصصة، لفريق عمل متخصص لحتى هو يشخص ويقيم المرض، عفوا الاضطراب اللي عند الولد. وانطلاقا من هنا يبدا ومن هون العلاج. بده ينعمل علاج، بنرسم الخطة لكل طفل لانه اسمه طيف التوحد، يعني كل حدا عنده بيختلف من طفل لاخر. بما انه هيك فكل حدا بده ينعمل له خطة علاجية ليمشي عليها حسب الحالة، حسب هو شو بحاجة لإلها. طيب، وفق تقرير زميلتنا عبير قالت بأنه قبل سن الثالثة للأطفال تقريبا تتبين العوارض هذه. ما العوارض؟ متى يجب أن تتنبه الأم أو الأب بأنه هناك علامات استفهام ويجب أن يعني أتابع هذا الموضوع مع طبيب؟ لما بقول لفريق مختص اللي هي طبيب اخصائي علاج نفسي، كل هدول الفريق هو اللي بحدد الطفل شو عنده. قبل 3 سنين اول ما الام بتشوف شيء عند ابنها شوي مختلف عند الاولاد العاديين، ساعتها بتكون مثل اشاره انه ابني عنده شيء، فلازم عشان هيك تلجا دغري للاماكن المختصه للتقييم، تقييم شو عنده يعني ابنها. والعلامات اللي هي صارت تقريبا كل العالم تعرفها، بس ابرزها التواصل. لما ما يكون في تواصل، تواصل بصري، تواصل لفظي، لما يعني بيتواصل مع الولاد ما بقعد بيحكي مع اهله مع الولاد، التواصل الاجتماعي هيدا اقرب لان يكون وحيدا يعني. اي طيب، الوضع النفسي في حالات نتحدث عنها ويؤخذ بعين الاعتبار بأن الوضع النفسي للطفل يؤثر إيجابا بحالته، وهو من أبرز العوامل التي تساعده في الشفاء. هذا اللي قلنا عليه لما بدنا نعمل توعية وتدريبات للأهل، تدريبات للمعلمات، حتى لما بده يكون في معلم ظل اللي هو الشادو تيتشر بده يتابعه بالمدرسة لاحقا، بده يكون كمان خاضع لتدريبات خاصة لحتى يقدر يساعده، مش انه عم بيمشي معه بس لحتى يعني بس مرافق، لا، في كلها تدريبات. حتى الاولاد اللي بالمدرسه لازم ننشر التوعيه لالهم لحتى يتقبلوا ويستقبلوا الطفل اللي عنده احتياجات خاصه. صحيح، وهيدا حتى دور اهل حتى من غير مرضى التوحد، يعني الاطفال عديم تعامل مع المرضى. بنتحدث عن شفاء لمريض توحد فيما لو تم متابعة حالته منذ البداية. مثل ما قلنا، بما أنه اسمه طيف يعني أطياف، يعني بيختلف من ولد لتاني. أول ما بيكون الولد بلش بالعلاج المبكر اللي هي بنسميها تدخل مبكر، طالما هو قادر يوصل لمرحلة كثير متقدمة بالعلاج وبيقدر يعني نوعا ما يوصل في أمل أكثر. أنا أشكرك على وجودك معنا هنا في الاستوديو، أخصائية سلوك وعلم نفس سيدة ميرنا لذقاني تميم، شكراً.